أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل أخرج زكاته بصفة إسقاط دين عن غريمه جهلا، فهل تقع الزكاة؟ لا، ما تصح الزكاة، لازم يدفعها. الزكاة قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا ما آتاها، هذا أسقط الدين عن غريمه، ربما لما رأى أنه عاجز عن السداد وأيس من مجيء الدين جعله من الزكاة. لا، ما يصلح هذا. نعم.